بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل سلسلة محاضراتنا في مقرر قضايا ثقافية معاصرة، ونتناول اليوم قضية جديدة هي قضية الاستعمار. وقبل أن نبدأ محاضرة الاستعمار، أشير إلى أن كل هذه القضايا إذا تأملنا فيها وجدنا أن لها صلة ببعضها البعض، فهذه تؤدي إلى تلك وهذه تؤدي إلى تلك إلى غير ذلك، وهذا ما سنلاحظه أثناء تحليلنا لمسار ظاهرة الاستعمار. وسنتناول إن شاء الله في هذه المحاضرة مجموعة عناصر تتعلق بتعريف الاستعمار والأشكال المختلفة للاستعمار التي عرفها تاريخ البشرية وخاصة في العصر الحديث، ثم ظروف نشأة الظاهرة الاستعمارية والأسباب التي أدت إلى ذلك، ثم ما هي الأهداف والذرائع التي قصد بها المستعمرون استعمارهم لكثير من دول العالم. وإذا أردنا أن نحدد مصطلح الاستعمار، وإذا نظرنا إليه من الناحية اللغوية، فإن الاستعمار في الحقيقة لفظة محدثة ومشتقة من عمر واستعمره في المكان، أي جعله يعمره، ومنه قوله تعالى: هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. في الأصل اللغوي في الحقيقة يفيد معنى طلب التعمير والسعي لتحقيق العمران، لكن الواقع لا علاقة له بالمعنى اللغوي، بمعنى كما سنعرف أن الاستعمار من ناحية الاصطلاحية لا علاقة له بالدلالات اللغوية للفظة استعمار. ولهذا إذا جئنا إلى تعريف الاستعمار اصطلاحا، نجد مجموعة تعريف كلها إذا جمعناها وتأملنا فيها تعطينا نوع من التصور المحيط بهذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة. فإذا نظرنا إلى التعريف الأول، وهو أن الاستعمار أو الكولونيالية هو مشتق من كلمة كولونيا اللاتينية، وهو مصطلح يشير إلى ظاهرة سياسية اجتماعية ثقافية تشمل إقامة مستوطنات أوروبية خارج أوروبا منذ القرن الخامس عشر، واستيلاء الدول الأوروبية سياسيا واقتصاديا على مناطق واسعة في جميع القارات. إذن الاستعمار من هذه الناحية الاصطلاحية فهو ظاهرة، وهذه الظاهرة هي لها أوجه متعددة، فهي ظاهرة سياسية واجتماعية وثقافية، كذلك هي ظاهرة أوروبية. لماذا؟ لأن الأوروبيين في العصر الحديث هم الذين مارسوا هذا العمل ومارسوا هذه الظاهرة من خلال محاولة هيمنتهم على دول العالم في القارات الأخرى خارج أوروبا. إذا نظرنا إلى التعريف الثاني، فإنه أيضا يؤكد على أن الاستعمار ظاهرة، ولكن يؤكد أيضا أو يركز على هدفها، وهي أن ظاهرة تهدف إلى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذها من أجل استغلال خيراتها في مختلف المجالات. إذا في جوهرها هذه الظاهرة ظاهرة استغلالية، ظاهرة احتلالية، ظاهرة استعبادية، هدف منها هو السيطرة والهيمنة. إذا نظرنا إلى هذا التعريف وأردنا أن نسقطه على تاريخ البشرية، فإن نجد أن أشكال الاستعمار عديدة، ليس هناك شكل واحد للاستعمار، لأنه تطور عبر مساره التاريخي واتخذ أشكالا متعددة. أولها مثلا الاستعمار القديم، وهو أقدم أنواع الاستعمار، ارتبط بالقوة العسكرية من خلال التخريب والسيطرة على الدولة بصورة واضحة وليس بها أي تستر، يعني في العصر الروماني، في العصر الأشوري، في العصر الكسروي إلى غير ذلك، هذه الدول القديمة كلها مارست عمليات السيطرة على بعضها البعض. لكن في العصر الحديث الاستعمار القديم اتخذ شكلين: الشكل الأول يسمى الحماية، بأن تضع دولة ما أخرى تحت حمايتها وإشرافها وتسلبها من حريتها بقدر ما يتناسب مع قوة هذه الدولة وضعف تلك. ومن أمثلة على ذلك ما قامت به فرنسا مع تونس في 1881 ميلادي، وكذلك الاستعمار الإنجليزي لمصر
بين 1914 ميلادي و 1922. الشكل الثاني وهو شكل مستحدث بفعل الاتفاقيات الدولية، نشأ بعد الحرب العالمية الأولى وظهر بشكل جديد أقرته عصبة الأمم التي حلت وحلت مكانها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا الانتداب هو أجيز قانونيا في عصبة الأمم، واعتبرته طريقة للنهوض بالشعوب القاصرة والأخذ بيد هذه الأمم لتكون قادرة على تسيير أمورها، لكنه في الحقيقة كان مظهرا للاستعمار ووسيلة لامتصاص خيرات الشعوب. إذا الانتداب شرعنته إذا صح التعبير عصبة الأمم اللي هي سلف لهيئة الأمم المتحدة، كأنها أعطت مبرر للدول القوية لتستعمر الدول الضعيفة. هناك نوع آخر وهو الاستعمار التام أو الاستيطاني، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل. ومثال ذلك هو ما فعله الاستعمار لبعض مستعمراته كما فعلت فرنسا في الجزائر مثلا. طبيعة السياسة التي أو الطبيعة السياسية للاستعمار القديم في مناطق نفوذي، أولا استخدام أساليب قمعية، الضم والإخضاع لهذه الأقاليم والمناطق بشكل مباشر، تهجير السكان الأصليين وتوطين رعايا الدول الاستعمارية، إلغاء النظام السياسي الوطني ومظاهر الحكم الوطني في هذه المستعمرات وإدارتها مباشرة من قبل الدول الاستعمارية، كذلك نهب خيراتها من خلال فرض المستعمرين سيطرتهم الاقتصادية والمالية إلى وفرض ضرائب باهظة على السكان الأصليين إلى غير ذلك، محاربة الثقافة الوطنية والقومية، وخاصة مثلا في العالم الإسلامي فرض المستعمرون ثقافتهم من خلال محاربة الدين الإسلامي، التمييز العنصري، إهمال الشؤون الصحية، إهمال شؤون العمل. وإذا رأينا إلى هذه العناصر نلاحظ أن هذه الظاهرة ظاهرة متعددة الأبعاد، ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ودينيا إلى غير ذلك. ترتب عن هذه الظاهرة اللي هي الاستعمار بشكله القديم أثار على الدول المستعمرة، حدثت تجزئة للمناطق المستعمرة، العالم العربي جزء إلى كم من دولة، إفريقيا، آسيا إلى غير ذلك. الهند مثلا قسمت إلى قسمين، الهند وباكستان وثلاث أقسام، الهند وباكستان وبنغلاديش. كذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، استنزاف الموارد وخاصة النفطية مثلا في العالم العربي، بروز ظاهرة النعارات الطائفية والمذهبية بفعل الاستعماري. لماذا؟ لأنه قبل مجيء الاستعمار كانت هذه الطوائف والمذاهب تعيش مع بعضها متوائمة في وئام وتعاون، لكن الاستعمار شكلها طوائف متنافرة. كذلك ورث الاستعمار والسياسة الاستعمارية تخلفا علميا وتكنولوجيا وأمية علمية وثقافية كبيرة. إذا جئنا إلى النوع الثاني من الاستعمار ومن الاستعمار القديم وهو الاستعمار الاستيطاني، يسمى الاستيطاني لأنه يستوطن الأرض التي يستعمرها، ويتمثل في وجود غرباء وسط السكان الأصليين يشعرون بالنقاء والتفوق العرقي ويمارسون إزاء السكان الأصليين شتى أنواع التمييز. وخير مثال على ذلك هي المستعمرات التي قام بها الغربيون أو الأوروبيون خاصة في العالم الجديد في أمريكا الشمالية والجنوبية وفي جنوب إفريقيا، والاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي حاول أن يستوطن، ثم الاستعمار الصهيوني لفلسطين ومحاولة إفراغها من سكانها. قلنا أبرز نموذج لذلك هو الاستعمار الصهيوني لفلسطين والاستعمار الأوروبي للعالم الجديد، حيث حصل المستوطنون على الأرض وأبادوا أو عزلوا سكانها الأصليين مثل ما فعل الأوروبيون مع الهنود الحمر في الأمريكيتين، وما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين في فلسطين. ركز المستوطنون على احتلال الأرض من سكان الأصليين واستعمارها وجعلها خالية منهم، مثل ما تدعي مثلا الصهيونية أن اليهود شعب بلا وطن وفلسطين وطن بلا شعب. هناك نفي للشعوب الأصلية وللسكان الأصليين من أجل إفراغ تلك الأوطان من سكانها. طبعا ترافقت بعض حالات الاستعمار الاستيطاني الأولى مع بدء الكشوف الجغرافية، إذا تأملنا في تاريخها وخاصة في العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبية، كذلك قام على أسس عنصرية تنطلق أساسا من إيمان الأوروبي بتفوقه الحضاري
وتفوق الرجل الأبيض على غيره. واعتبر العنصريون الأوروبيون أن الاستعمار الاستيطاني هو حق للرجل الأبيض في نقل الحضارة للشعوب المتخلفة، من هذه دعوة بأنهم حاولوا إلحاق الشعوب المتخلفة بركب الحضارة، واعتبروا أن قدر الرجل الأبيض أن رسالته هي تمدين وتطوير وتحضر الشعوب المتأخرة. طبعا هذه دعوة عارية عن الصحة كما يتبين تاريخيا. وتحتل عملية الاستيلاء على الأرض مكان الصدارة في الصراع بين المستوطنين وسكان البلاد الأصليين كما فعلت فرنسا في الجزائر، والنظام العنصري في جنوب إفريقيا وفي الموزمبيق، والنظام الصهيوني في فلسطين. هناك مع موجة حركات التحرر في القرن النصف الثاني من القرن العشرين زالت معظم أشكال الاستعمار القديم، ونشأ ما يسمى بالاستعمار الجديد أو الإمبريالية أو الاستعمار الاستغلالي، وخاصة مع بدء ما يسمى بعصر الاعتماد المتبادل وترابط المصالح بين دول العالم. الاستعمار الجديد أو الاستغلالي أو الإمبريالي هو أسلوب للسيطرة، لكنها سيطرة غير مباشرة، ليست مثل السيطرة التي كانت موجودة في الاستعمار القديم، ويقوم بالسيطرة غير المباشرة على دول معينة، إما بأدوات اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو معها هذه الأدوات كلها، مع وجود الاعتراف باستقلال وسيادة هذه الدول، لكن مع استبعاد أيضا الأساليب التقليدية في الاستعمار. ولذلك إذا نظرنا إلى محركات البحث مثلا في الإنترنت أو الموسوعات السياسية سنجد كلمة الاستعمار الجديد أو نيو كولونياليزم أو الإمبرياليزم، هي عبارة عن هيمنة غير مباشرة، إما اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا أو اجتماعيا، أو تجتمع هذه الهيمنات المتعددة على في موقف واحد. كذلك ما يسمى بالإمبريالية أو الاستعمار الجديد أو الاستعمار الاستغلالي هو عبارة عن فرض لهيمنة خاصة اقتصادية، باعتبار أن الإمبريالية تمارسها كثيرا الأنظمة أو الدول الرأسمالية. طبعا الوسائل التي استخدمها الاستعمار الجديد ليست مثل الوسائل القديمة اللي هي الاستيطان والحرب والتدمير، وإنما عقد اتفاقيات غير متكافئة التي تكفل المصالح الاستعمارية لتلك الدول، ربط الدول النامية بشروط تحد من حريتها، استغلال المشاكل الاقتصادية والإدارية للدول الحديثة الاستقلال خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، ثم إقامة قواعد عسكرية كما في دول العالم الثالث، كثير من القواعد العسكرية للدول الغربية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، ثم إثارة الاضطرابات الداخلية والانقسامات الطائفية والإقليمية والوطنية. ولو تأملنا هذه النقطة الخامسة سنجد أن القوى الإمبريالية تهيمن وتطبق هذه السياسة داخل العالم الإسلامي خاصة والعالم غير الأوروبي والأمريكي بصفة عامة، وهو العمل على التشظي المستمر والتفتيت المستمر للكيانات الوطنية إلى كيانات متنافرة بمختلف المعايير، إما تنافر طائفي أو ديني أو عرقي أو لغوي أو اجتماعي إلى غير ذلك. ويمكن أن نلحظ مظاهر هذه النزعة الجديدة في نمو المؤسسات الرأسمالية الاحتكارية في مختلف المجالات، لاستغلال مصادر الموارد الأولية خاصة لصناعة الحديد والفحم والذهب والبترول إلى غير ذلك، تحول المصارف المالية إلى مؤسسات احتكارية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وغيرها من المصارف العالمية، تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج لتسهيل الاستغلال أو التغلغل السياسي والعسكري والاقتصادي. إذا تساءلنا ما ترتب، ما هي النتائج المترتبة على النزعة الاستعمارية، سنجد هناك سيطرة على بلاد معينة والتوسع من خلالها على حساب أراضي بلاد أخرى، إيجاد أساليب للتعامل مع أبناء المنطقة المستعمرة على أسس غير متكافئة وغير عادلة، ظهور التنافس بين الدول الاستعمارية بغرض الحصول على أكبر قدر من المستعمرات، ثم في الأخير الوصول إلى اتفاقات لتقسيم مناطق النفوذ مثل ما وقع في اتفاقية سايكس بيكو واتفاقية سان ريمو في 1916 و1920 على التوالي. فاتفاقية سايكس بيكو
اتفقت فيها بريطانيا وفرنسا على اقتسام العالم العربي إلى مناطق نفوذ، بحيث فرنسا هيمنت على شمال إفريقيا وعلى الشام، بينما هيمنت بريطانيا على وادي النيل، مصر والسودان، وعلى أرض الجزيرة باستثناء السعودية، وعلى العراق بلاد الرافدين. إذن هناك تقسيم للنفوذ، هناك سيطرة للقوى العظمى، وتمثلت أساسا في الحصول من هذه الدول الكبرى على حق الفيتو، على حق صياغة السياسات الدولية، واحتكار التنافس الدولي بينها. طيب، ما الذي أدى إلى ظهور الحركة الاستعمارية؟ ما الذي أدى إلى ظهور هذه الظاهرة؟ هل هكذا جاءت فجأة؟ هل هي مصب لسياق تاريخي معين؟ لا شك باعتبارها ظاهرة تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية، هناك عوامل متعددة وظروف معينة ساهمت في تشكيلها. أول هذه الظروف هو النهضة الأوروبية والانقلاب الصناعي. أوروبا بعد نهضتها بعد القرن السادس عشر وظهور المجتمع الصناعي في أوروبا أدى إلى زيادة الإنتاج، وأدى إلى الحاجة إلى رؤوس الأموال وإلى المواد الخام، وإلى فأوروبا بدأت تفيض خارج إطارها الجغرافي على بقية المناطق في العالم، وهذا أدى إلى البحث عن أسواق جديدة، عن مناطق نفوذ جديدة، عن مصادر تمويل جديدة ومصادر المواد الخام الجديدة. إذن العامل الصناعي أيضا أعطى قدرة كبيرة للقوى العسكرية والسياسية والمالية الأوروبية لتهيمن على غيرها، وأدى ذلك إلى اختلال التوازن الذي كان موجودا قبل ذلك بين العالم الإسلامي أو العالم غير الأوروبي والعالم الأوروبي. أيضا من الظروف التي أدت إلى الظاهرة الاستعمارية الكشوف الجغرافية، خاصة في العالم الجديد الأمريكيتين، هذه الكشوف الجغرافية، وكذلك الرحلات التي قام بها المكتشفون الجغرافيون الأوروبيون في جزر الهند الشرقية وفي أقصى آسيا وأستراليا والعالم الجديد، بث الرغبة في التوسع الأوروبي والبحث عن أماكن توسع جديدة، وكذلك تطورات علمية جديدة، بفعل ما أسبقت عليه تلك الكشوف الجغرافية على الدول الأوروبية من خيرات كثيرة ومن أموال ومن مصادر للثروة وللنمو وللاستقرار الاجتماعي والعلمي والثقافي. هناك ظرف آخر وهناك سياق آخر ساهم في نشأة الحركة الاستعمارية، وهو الصراع الحضاري بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. طبعا هذا الصراع فجره المسيحيون من قبل الأوروبيون النصارى بغزواتهم المستمرة التي سميت باسم الحروب الصليبية، حيث رسخوا في وعي الغرب وهو محاولة الهيمنة على الشرق، وبقي هذا الصراع محتدما عبر القرون منذ مجيء الإسلام، وهناك محاولات مستمرة لإعادة الهيمنة على العالم الإسلامي، وخاصة أن العالم الإسلامي يقع في مراكز أو في مساحة أرضية مهمة جدا، تعتبر همزة وصل بين مختلف القارات، وتحتوي على كبرى الممرات المائية المهمة إلى غير ذلك. كذلك محاولة التفوق الديني المسيحي على الشرق المسلم. أيضا الظرف الآخر الذي ساهم هو تراجع الدور الريادي للعالم الإسلامي. لا شك أن منذ قرنين من الزمان تراجع العالم الإسلامي كثيرا عن أداء دوره الحضاري، وخاصة مع بداية انهيار قوة الدولة العثمانية ودخول كثير من المناطق التي كانت تابعة للخلافة العثمانية إلى سيادة التاج البريطاني أو الدولة الفرنسية، فتقلص دور المسلمين الحضاري وصاروا من قوة غالبة إلى قوة مغلوبة متخلفة قابلة للغزو. طيب، ما هي الأسباب التي أدت إلى الاستعمار؟ هل للاستعمار سبب واحد؟ لا شك أن أي ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية وتاريخية لا يمكن وصفها أو نسبتها إلى سبب واحد، ولهذا هناك أسباب عديدة متضافرة اجتمعت كلها في تشكيل هذه الظاهرة التي أدت إلى هيمنة نموذج حضاري غربي على غيره من النماذج. أول هذه الأسباب هي الأسباب الاقتصادية كما ذكرنا من قبل، وهو الحاجة إلى الموارد الأولية من خارج أوروبا، باعتبار أن أوروبا ناهضة
لم تكن أوروبا وإمكاناتها ومواد الخام تكفي لذلك التعطش للمواد الأولية وإلى التطور الصناعي منذ بدء الثورة الصناعية، ثم محاولة استثمار رؤوس الأموال الغربية الناتجة عن تلك الحركة النهضوية والصناعية في مناطق نفوذ أخرى. كذلك هناك أسباب دينية حضارية، فالأوروبيون الأوروبي حينما خرج من أوروبا غازيا مستعمرا كان يشعر أنه يحمل رسالة تحضر من جهة وأنه يحمل رسالة المسيح من جهة أخرى، ولذلك كان يدعي أنه يحقق النموذج الحضاري للإنسانية وكذلك ينصر الشعوب غير النصرانية ليكسبها للمسيح كما كان يدعي الغزاة. هناك أسباب سياسية أيضا، البحث عن الأمجاد القومية، مثلا ذلك الصراع الذي وقع بين إسبانيا والبرتغال أو بين بريطانيا وفرنسا أو بين ألمانيا وبريطانيا حول النفوذ في كثير من المناطق في العالم. والعنصر السياسي الثاني هو ظهور زعامات أوروبية حديثة سعت إلى تحقيق أمجاد شخصية، مثلا بونابرت، نابليون بونابرت في فرنسا وبسمارك في ألمانيا وغيرهم. إذا جئنا إلى نوع آخر من الأسباب ويمكن تسميته بالأسباب البشرية، ذلك أن أوروبا مع حركة النهضة والصناعة حدث فيها انفجار سكاني، لم تعد أوروبا قادرة على تحمله، مما أدى إلى السعي إلى التخلص من فائض السكان في العالم الجديد، سواء في الأمريكيتين أو في أستراليا أو في بقية المستعمرات في إفريقيا وآسيا، وكذلك إبعاد كل العناصر غير المرغوب فيها. والمتأمل في تاريخ الحركة الاستعمارية يجد أن كثيرا من جنود الغزاة الأوروبيين للعالم غير الأوروبي كانوا إما أصحاب سوابق إجرامية أو مساجين أو إلى غير ذلك، تم إبعادهم، بل حتى العناصر التي اتهمت في عدم ولائها لدولها الوطنية تم إخراجها من أوروبا وإبعادها إلى الأمريكيتين أو أستراليا أو إفريقيا أو آسيا. إذن هذه الحركة الاستعمارية التي هي ظاهرة معقدة ومتشابكة، كما أنها ظاهرة أوروبية نشأت منذ القرن السادس عشر، ثم أنها لها دوافع ولها أسباب، فما هي أهدافها؟ إلى ماذا سعت؟ وبماذا تذرعت؟ لا شك أن هذه الظاهرة كما ذكرنا المعقدة والمتشابكة لها أهداف متعددة، يمكن أن ننظر إليها من الزاوية السياسية أو ننظر إليها من الزاوية الثقافية أو ننظر إليها من الزاوية الدينية أو الاقتصادية إلى غير ذلك، باعتبارها أنها حركة شاملة هدفها الاستراتيجي هو هيمنة الحضارة الغربية على غيرها من الحضارات. هذه الهيمنة لها أبعاد متعددة، أول هذه الأهداف هي الأهداف السياسية، وعلى رأسها تحسين مركز الدولة الاستعمارية في التنافس على المراكز المتقدمة على سلم القوى الدولي. الذي يدرس تاريخ الصراع الاستعماري بين الدول الكبرى الاستعمارية خاصة فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبريطانيا، هذه الدول كانت تتنافس على كسب مزيد من مناطق النفوذ في العالم سواء في العالم الإسلامي أو خارجه، من أجل أن تبرهن على قوتها وعلى مجدها وعلى عظمتها على حساب الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة منذ مؤتمر برلين عام 1884 الذي يعتبر مؤشرا على هذا السعي للهيمنة وإظهار النفوذ والمجد السياسي. فهذا المؤتمر عقد لتنظيم الصراع، لتنظيم وتقسيم مناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية حتى لا يحدث بينها صراع يؤدي إلى ضعفها أمام الدول المستعمرة. كذلك أن خاصة القرنين الأخيرين الميلاديين شهد نمو الروح القومية والوطنية في أوروبا وقيام دول حديثة ذات سلطة مركزية اختلفت كثيرا عن الملكيات التي كانت في أوروبا في العصور الوسطى. هذه الدول القوميات أو الدول الوطنية nation state اتجهت إلى توسيع أملاكها داخل أوروبا وخارجها. الصراع الذي وقع مثلا بين فرنسا والنمسا، الذي وقع بين إسبانيا وفرنسا، الصراع الذي وقع بين فرنسا وبريطانيا، كلهم محاولة
قومية معينة من القوميات أن تفرض هيمنتها داخل أوروبا وكذلك خارج أوروبا. كذلك للوضع السياسي والحربي في أوروبا دور مهم جدا في دفع الحركة الاستعمارية خارج أوروبا، فكثير من التطاحن والصراع الذي ذكرناه بين الدول الأوروبية الواقع خاصة في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر كان له دور فعال في محاولة الخروج بالصراع من داخل الوسط الأوروبي إلى خارج الوسط الأوروبي. وهذه السياسة إذا تأملنا فيها سنجدها ما زالت مستمرة إلى الآن. إذا كان هناك صراع بين الدول الأوروبية يصدر إلى الخارج ليحدث به صراع مع مناطق نفوذ أخرى. نقطة أخرى من الجانب السياسي وهو مواجهة الخطر الإسلامي عن طريق السعي إلى تفتيت العالم الإسلامي وكسر وحدته والقضاء على قواه، سواء كانت الخلافة العثمانية أو غيرها من القوى الإسلامية الناهضة، وخاصة في القرن العشرين. من أجل ماذا؟ من أجل سد أو الصد أو التصدي لما يسمى بالخطر الإسلامي. وهذا الشعار طبعا ما زال معمولا به إلى اليوم، وخاصة مع النظم الاستعمارية الجديدة بين قوسين الإمبريالية التي ترى في أي محاولة نهوض أو نهضة في بلد إسلامي ما عبارة عن خطر إسلامي أو محور للشر. إذا جئنا إلى الأهداف الاقتصادية، طبعا الأهداف الاقتصادية عامل مهم جدا في الصراع الأوروبي، وخاصة أن الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية والدول الغربية ذات مرتكز مادي في نهضتها وفي صناعتها. ومن أهم الأهداف الاقتصادية التي سعى الاستعمار الجديد لتحقيقها الحصول على المواد الخام، وخاصة العالم الإسلامي الذي يزخر بمختلف مواد الخام المفقودة في أوروبا. كذلك وخاصة يعني الانتقال منذ منتصف القرن العشرين وهو الصراع على النفط، والنفط معظمه نصفه تقريبا نصف الاحتياطي العالم موجود في العالم العربي تحديدا وأغلبه في العالم الإسلامي. هذا التنافس أدى إلى اقتسام مناطق النفوذ كما قلنا بين القوى العظمى، ومحاولة رسم سياسات للهيمنة وضمان الإمداد النفطي لصناعتها، كذلك إيجاد أسواق لتصريف إنتاجها. تلك النهضة الصناعية والتكنولوجية في أوروبا لا تكفي الأسواق الأوروبية لتصريفها، ولذلك سعى الاستعمار إلى تحقيق أسواق أكثر اتساعا وأكثر قابلية للمنتوج الغربي. ثم الحصول على الأيدي العاملة الرخيصة. لو قرأنا تاريخ الأيدي العاملة الرخيصة وخاصة في القرن بدايات القرن العشرين إلى الثلث الأخير من القرن العشرين نجد أن كثيرا من أبناء المستعمرات هاجروا إلى البلدان المستعمرة واستخدموا كيد عاملة رخيصة من أجل نهضة أوروبا. فنهضة فرنسا ونهضة بريطانيا ونهضة ألمانيا وإيطاليا كلها بنيت على أكتاف وبأيدي العمالة الرخيصة المستوردة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند إلى غير ذلك. لكن مع تطور الصناعة وظهور مشكلات صناعية واقتصادية في الدول الأوروبية وهو غلاء التكاليف الإنتاج، سعى الاستعمار الحديث إلى نقل بعض المصانع إلى الدول النامية. هي مصانع لا تحتاجها الدول النامية، ولكن لوجود الأيدي العاملة الرخيصة فيها أدى كثير وكبرى الشركات العالمية إلى نقل مصانعها إلى هذه المناطق النامية أو في الدول العالم الثالث من أجل الاستفادة من رخص الأيدي العاملة في هذه الدول. ثم كذلك من أهداف الاستعمار الأهداف الاقتصادية تأمين طرق المواصلات، قناة السويس ورأس الرجاء الصالح والمناطق الأخرى، بحيث ضمان أن هذه الطرق تمر بها التجارة الغربية في أمان بعيد عن ما يسمى بالخطر الإسلامي أو غيره. إذا انتقلنا إلى الجانب الثقافي، ما هي أهداف الاستعمار من ناحية الثقافية؟ هل كانت له أهداف ثقافية؟ لا شك باعتباره حركة سياسية أو ظاهرة سياسية واجتماعية وثقافية لابد أن له أبعادا ثقافية، وأهم هذه الأبعاد الثقافية هي إعادة تشكيل المنظومة الثقافية لمجتمع المستعمرات، بناء التفكير، المرجعيات الثقافية، المرجعيات الفكرية، اللسان الناطق إلى غير ذلك. حيث لو تأملنا في المناطق التي كانت خاضعة للاستعمار سنجد أن
توجهاتها الثقافية، أن اللغة المستعملة فيها، اللغة المهيمنة فيها اقتصاديا وتجاريا وثقافيا وعلميا، هي لغة المستعمر السابق. فالدول التي استعمرتها بريطانيا ما زالت خاضعة للرؤية البريطانية وللغة الإنجليزية، والدول التي كانت خاضعة لفرنسا ما زالت تستعمل اللغة الفرنسية إلى غير ذلك. واللغة ليست لسانا ناقلا للمعنى فقط، بل هي ناقل لمحتوى ثقافي ولطريقة تفكير. ولذلك معظم الدول الآن في العالم الإسلامي مقسمة لغويا على حسب ما كانت عليه زمن الاستعمار. كذلك من الأهداف الثقافية هي تمكين الثقافات واللغات الأوروبية، وهو ما سنعرفه في محاضرات مقبلة إن شاء الله، ما يسمى بالتغريب أو الغزو الثقافي، بحيث صار الإنسان مسلما في اسمه وفي أصله، ولكن في ممارسته الفكرية، في رؤاه، في أذواقه، في ألبسته، في طريق عيشه، لا يكاد يختلف عن واحد يعيش في أوروبا أو في أمريكا. وهذا ما يسمى بتمكين الثقافة الغربية. بل كثير منا يسعى ليبدي أنه متحضر، أنه يدخل بعض الكلمات الأجنبية إنجليزية وفرنسية في حديثه ولو مع عوام الناس في بلدته. كذلك تشويه الثقافات المحلية، سعى الاستعمار إلى ترسيخ وعي مقلوب، وعي مغلوط، وهو أن الثقافات المحلية هذه ثقافات متخلفة، ثقافات لا تصلح، ثقافات رجعية بين قوسين، ثقافات سلفية، ثقافات ماضوية، إلى غير ذلك من المصطلحات السوداء التي طبع بها الاستعمار ثقافة الشعوب المستعمرة، حتى يبعث في نفس المستعمرين أو في نفس أبناء المستعمرات الشعور بالنقص والشعور بالدونية والشعور بالانهزام النفسي والثقافي تجاه ما يأتي به الاستعمار. إذا انتقلنا إلى الهدف الديني، قد يقول قائل أن الحضارة الغربية المعاصرة هي حضارة علمانية، ولكن الجانب الأخلاقي والجوهري فيها ما زال مسيحيا، خاصة أن المسيحية هنا استخدمت كوسيلة لإخضاع الشعوب الأخرى أو كمفتاح للدخول إلى قلوب كثير من أبناء المستعمرات. ذلك أن الاستعمار وظف الرهبان والقسيسين ووظف المسيح والإنجيل وغيرها كوسائل للإخضاع. لم يكن الغرب خاضعا في رؤياه للمسيحية، وإنما أخضع بالمسيحية الشعوب الأخرى، بالرغم من أنه داخل أوروبا أن المسيحية محجوزة داخل الكنيسة، غير أنه خارج أوروبا تستخدم المسيحية كوسيلة لفتح قلوب أبناء المستعمرات وإبعاد تلك المخاوف من أن الاستعمار جاء لاستئصالهم. ولذلك سعى الأوروبيون إلى نشر المسيحية، وحيثما كانت هناك أقلية مسيحية في العالم الإسلامي اليوم، خاصة نجد أن ولاءها ليس للعالم الإسلامي في أغلبه، وإنما ولاءها للدولة التي بذرتها، ويمكن ملاحظة ذلك في كثير من مناطق العالم الإسلامي التي تنتشر فيها مثل هذه الطوائف. بل أن كثيرا من الطوائف المسيحية مثل جنوب السودان أو جنوب نيجيريا أو في لبنان أو في غيرها أو في مصر أو في غيرها، بل وفي الجزائر أيضا، كل من تنصر من أبناء المسلمين لا يجد نفسه مواليا للمسلمين وإنما ولبني قومه، وإنما في أغلب حالاته موال للقوى الاستعمارية. ليس هذا فحسب، بل أن الاستعمار من أهدافه الدينية أيضا إفساد تدين الشعوب المستعمرة، حيث أن الاستعمار زرع كثير من الأخلاق السيئة داخل البلدان التي استعمرها، داخل البلدان التي استعمرها وبمباركة من رجال الكنيسة. بل أيضا سعى إلى طمس المعالم الدينية للشعوب التي استعمرها، حيث حولت كثير، مثلا في العالم الإسلامي حولت كثير من المساجد إلى مستشفيات وإلى كنائس وإلى كاتدرائيات إلى غير ذلك. كذلك محاربة الإسلام، وقد وظف الاستعمار في هذا السياق خاصة المستشرقين، وهي القضية التي درسناها في المحاضرة السابقة. ذلك أن المستشرقين هم أولئك الغربيون الذين خبروا العالم الإسلامي وشعوبه وأفكاره وأديانه إلى غير ذلك، فاستعملهم الاستعمار من أجل كبح القوى الإسلامية المتنامية وحيوية الإسلام في الانتشار في العالم. كذلك مما
هدف إليه الاستعمار وسعى إلى تحقيقه وحقق كثيرا منه في الجانب الديني هو إيجاد الفرق الضالة القاديانية والبهائية والماسونية وغيرها من هذه الفرق التي أسماء أبنائها مسلمين لكن عقائدها كلها عقائد غير إسلامية باتفاق المسلمين. فالقاديانية والبهائية يعني نبتتا تحت عباءة الاستعمار الإنجليزي في الهند وانتشرت في باكستان وفي إيران وفي بعض مناطق العالم الإسلامي، وكلها سعت إلى أمرين: تحريف القرآن والسنة وتحريف العقائد الإسلامية، ومن جهة الولاء المطلق للاستعمار. كذلك من الناحية الدينية فإن الاستعمار سعى إلى إثارة الفتن الداخلية والدعوات الشعوبية والقبلية والمذهبية داخل، خاصة نحن يهمنا العالم الإسلامي، داخل الأمة الإسلامية وإضعاف وحدتها. فهذه الأمة التي عندها 14 قرن ومذاهبها وطوائفها متعايشة فيما بينها، الآن ننهض على دعوات أن هذه الطوائف لا تقبل بعضها البعض وتحارب بعضها البعض من أجل أن تلهى الأمة بهذه القضايا الجزئية وتنسى أن هذا الاستعمار يقوم باستغلالها والقضاء على رسالتها الحضارية وعلى رؤيتها التوحيدية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.